طولها لصحتك. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم. رقمنا باش انكم تتواصلوا معنا 0522 36 05 36. كيف كنت في البدايه، فاليوم حاضره معنا الدكتوره ليلى رافق اللي هي اخصائيه في امراض الاذن الانف والحنجره. صباح النور. صباح الخير جميله. لاباس عليك؟ صباح الحمد لله، شكرا على الاستضافه. مرحبا. شكرا للمستمعين. مرحبا بك. اذا ربما التخصص ديالكم في هذه الاونه هو اللي الناس كيسولوا عليه بزاف او لا؟ لا بطبيعة الحال فين ما تيتغير تيدخل شي فصل ولا تيتغير الجو، دونك تنكونوا حنا الاولين اللي تيجيو تيشوفونا، حيت كيف كتعرفي الاذن والانف والحنجره هما وسيله الدفاع الاوليه. اكيد، ولانهم ربما عندهم وظائف اللي كتكون خارجيه ووظائف اللي كتكون داخليه. هادشي علاش هما اللي كيكونوا باينين. وي اكزاكتومون، الحاجه اللي تتكون في الاول هي اللي بحال هي اللي كيدافع بها الجسم على جميع الانواع ديال الميكروبات والجراثيم. صح. صح، دائما كيف كنقولوا حنا الجنود اللي كتكون في الصفوف الاماميه هي اللي كتخفف عليك صراحه. دونك جميل. اليوم ملي كنشوفوا هاد نزلات البرد اللي كاينين، غنشوفوا كذلك كنشوفوا ربما الناس عندهم هالسخاين، يعني الناس بزاف اللي كتعاني كتقول لك سخانه، كيقول لك غير البرد. كاين الناس اللي مشاو عملوا التست ديال الكوفيد، كاين اللي فعلا عنده الكوفيد. حنا اليوم غنشوفوا هاد الالتهابات اللي كتكون على مستوى الانف. كتسمعي دكتور ناس اللي تتكلم اليوم عندي انا النف ديالي كيسيل محتقن، جهه مسدوده جهه لا، ما عرفتش واش حساسيه، ما عرفتش واش غير ضربني البرد، ما عرفتش شنو، واش غير تبدل الجو. هاد الامور كلها جو بونس كتشوفوها في العياده ديالكم. اليوم باش نتفصلوا فيها بشكل اكبر ونقولوا اهم الاعراض اللي كتكون على مستوى الانف واللي الناس خاصه فعلا ترد لها البال وخاصه فعلا انها تمشي للتشخيص. وكما كنعرفوا قلنا بان هاد الصفيغ وغير ولا هاد الاذن والانف والحنجره هما وسيله الدفاع الاوليه. دونك اي فيروس ولا اي ميكروب دابا، وطبيعه الحال حنا دابا جينا من بعد لا بيريود اللي كان فيها الكوفيد، دونك حتى هذوك الوسائل اللي كنا كنديروا هذوك لي جيست باريير وهذوك الوسائل الدفاعيه اللي كنا كنديروا بحال ما خلاتناش كنا اون كونتاك مع هذوك الفيروسات الاخرين. دونك هاد العام اللي جاو انت بحال داروا اللي بغاو صراحه، انتقام عادوا لي ينتقموا. دونك داكشي علاش الا لاحظنا هاد النزله ديال هاد العام شويه قاصحه. صح، دونك سخانه بزاف، ناس بزاف ضاربها البرد. وكيف الا بغينا نهضروا على الاعراض اللي كاينه، كاين احتقان الانف، كاين سخانه، كاين سيلان الانف، كاين العياء الشديد عند ناس بزاف، كاين العطسة، كاين الحكه، حتى الحساسيه ما نساوش بانها حتى هي حاضره مع الفيروسات. كاين كذلك الناس اللي بزاف اللي جاوا من الحلاقم وسورتو هذوك بحال التعفنات الفيروسيه في الحلاقم. دوك بزاف الناس اللي كنشوفوهم عندهم فهمتي الحلاقم دارينهم والحلق ديالهم دارهم حتى هما. كاين التهابات الجيوب الانفيه اللي حتى هما ناضوا حتى هما فهمتي بحال هاد الفيروسات وهاد المنزله وهاد التغيرات الجويه زادت على الناس اللي عندهم مشاكل في الجيوب الانفيه. صح، يعني فيقات كلشي. اكزاكتومون، عاد ما نساوش لي برونشيت، يعني كاع التعفنات الصدريه وهذا حتى هي اللي والناس اللي عندهم بطبيعه الحال الضيقه ولا هذا حتى هما تزاد عليهم الحال. نعم، حنا ملي تنتكلموا على هاد الامور كلها اليوم دكتور، واش الناس حنا تنعرفوا ان هاد الوقيته الناس كتمشي اما لي فارماسي، كتمشي اما للادويه العلاجيه المنزليه، اما كتمشي لعند الطبيب. اليوم واش الناس فعلا انها واعيه انها ما خصهاش تستهن باي عرض كتجي اليوم تدوز بشكل كبير، ولا مازال الناس كيديروا داك التداوي الذاتي؟ وكاين طبيعة الحال كاين واحد النسبة كبيرة مازال كتمشي لا فارماسي وتتاخد دواء. حنا اوني با كونتر، غير بحال في اخر الحلقة ان شاء الله غنقولوا امتى يجيو يدوزوا. اكيد. دونك امتى يقدروا ياخذوا الدواء من لا فارماسي وامتى المدة ولا الاعراض اللي خصهم ضروري يجيو يدوزوا، ما يبقاوش ياخذوا الدواء لراسهم. باسكو كنطيحوا في هذاك المشكل كيف قلنا في الحلقة السابقة، هو انه الناس تيبقاو ياخذوا لي زونتيبيوتيك، وملي تيحتاجوا هذاك لونتيبيوتيك في الوقت اللي خصهم ياخذوه ما تيبقاش يقضي لهم. ما كيقضيش لهم. جميل. نمشيو نتفصلوا دابا حنا على مستوى الوجه ديالنا كامل، غنمشيو نبداو بالانف، لان الانف هو واحد المصفات الى صح التعبير ديالي اللي كتفلتري لينا كيف كنعرفوا الحاجات اللي خاصها تدخل او الهواء اللي كاينه فهمتي. دونك اي فيروس ولا هذا تيجي الانف هو الاول. نعم، حنا كنعرفوا ان كاين واحد الشعيرات على مستوى الانف، ياك هذوك الشعيرات اللي جايين نتكلموا على الاهميه ديالهم. هذوك الشعيرات عرفتي علاش؟ حيت انا ما عنديش. دونك انا اكثر وحده حسب الناس. فوالا، هذوك الشعيرات هما اول وسيله دفاع، الغبره، الميكروبات،
هذاك الشيء علاش بحال دابا شي واحد عنده الحساسيه اول كونتاكت مع الغبره تيبدا يعطسوا له هذا حيت هذوك الشعيره تيحاولوا تخرجوا هذيك الغبره ويخرجوا الفيروسات. ثاني حاجه تيقادوا لنا هذيك لا تمبيراتور مو لي كورني نازو يعني هذوك القرنيات الانفيه تيقادوا لنا هذيك لا تمبيراتور اللي كيدخل بها الهواء باش ما نحسوش بيه داخل سخون ولا بارد. صح سبحان الله العظيم. يعني كل حاجة احنا كنعرفوا ان هاد الشعيرات كاين الناس اللي كتبغي تنقصها كاين الناس اللي كتبغي تحيدها كاين الناس سيبغي واش الا زادت على واحد القياس خاصة تحيد او لا تغازى او لا هي خاصة تبقى بداك الشكل ديالها وخا تكون كثيرة. كيف قلنا دابا الدور ديالها مهم اولا انها ما خصهاش تحيد ولكن كانوا عندنا شعيرات كثيفة وطويلة ولا هذا نقدروا نقطعوها ولكن من منجروهاش منتفوهاش حيث نقدروا فهمتي نديروا دي زابسي نديروا تقيحات ولا هذا في الانف تعفونات وي ولا قدر الله نوليو في واحد التعفونات خطيره. نعم ممتاز. دونك كل حاجه سبحان الله موضوع في الجسم الا الغايه عندها الدور ديالها والدور ديالها الكبير. دونك شفنا معكم ان اهميه الشعيرات شفنا ان الانف سبحان الله عنده واحد الوظيفه كيف كنقول انه كيفلتر لنا الحاجه اللي كتدخل للذات كيقاد لنا الهواء اللي كيدخل للذات ديالنا على حسب درجة الحرارة للجسم ديالنا. جميل. هنا أهم الأمور اللي ممكن أنها تجي على مستوى الأنف واللي من خلالها ممكن نقولوا أن هنا ماشي ندقوا نقص خطر مي هنا خاصنا نردوا البال شنو الحاجة اللي تكون على مستوى الأنف من غير هاد الأعراض أجي نتفصلوا في كل عرض حيث كنعرف أن الاحتقان على مستوى الأنف وعلى مستوى الأذن كاينة حاجة أخرى على مستوى العين كاينة حاجة أخرى على مستوى الحنجرة كاينة حاجة أخرى. هنا أجي نركزوا في الأنف ديالنا شنو الأمور اللي خاصنا نركزوا عليها دكتور؟ في الأنف ديالنا كاين سورتو الاحتقان يعني الواحد ما تيبقاش يريسبيري بالنف ديالو كيبدا كيعمر كيعمر وكيبدا يتنفس غير بالفم ديالو هنا فهمتي يعني ملي غتبدا تنفس بالفم ديالك يعني غيولي عندك جفاف ديال الحلق غيولي عندك اعراض اخرى على مستوى الحلق يعني كتولي ماشي في مشكل واحد كتولي في مشاكل اخرى اللي كتبع هذاك الاحتقان. كاين كذلك المشاكل ديال الشم دونك حتى هي وكنولي هنا تنقولوا واش كوفيد واش دونك الوغ كو حتى النزله ديال البرد تقدر تعطينا مشاكل في الشم دونك هادو ما ابرز المشاكل وعاد الا كانوا تقيحات في الجيوب الانفيه الا كان كيدوز لينا القيح صفار ولا خطر هذيك الساعات راه داك تعفن في الجيوب الانفيه اللي خصو يداوى وما خصوش يداوى باي طريقه خصو يمشي عند طبيب الاذن والانف والحنجره اللي كيعطي واحد تريتمون اونتيبيوتيك اللي يكون على حسب فين جا هذاك التعفن واش في الجيوب الانفيه الاماميه ولا الخلفيه ولا فيهم بجوج. ممتاز. حنا ملي تنتكلموا على الانف وتكلمنا على الاحتقان وتكلمنا حتى على الوظيفه الاساسيه هي الشم يعني والناس بزاف في القصه ديال كورونا او الكوفيد كانوا كيقول لك كان كيعرفوا الكوفيد غير انني مشات لي حاسه ديال الشم واخا ان في الاونه الاخرى شفنا ان الكوفيد جاب شكل ثاني انه واخا تكون كتشم ممكن انه يكون في الكوفيد لان كاين علامات اخرى مثل الاعراض ديال الجهاز الهضمي نوطامون لا دياغي و الاسهال حتى هو كان بالاعراض. نعم غنرجعوا نتفصلوا في هذه النقطه هذه ديال العلامات ديال الكوفيد غير باش الناس ترد البال لان اليوم الناس كيف قلتي في هذه الوقيته هذه بقوه يعني الاحتياطات اللي كنا درنا واللي هي مزيانه مي كاين الناس اللي كانوا زادوا للحد يعني بالادويه او لا بالمخفضات او لا بزاف ديال الفيتامين او لا المكملات الغذائيه ربما الدات ديالهم اليوم لان رخينا واحد شويه في فصل الصيف فهاد الفيروسات وهاد الميكروبات كتهاجم بكثره فالناس ولا عندها الخلط ما عارفاش واش الكوفيد واش نزلات البرد واش الحساسيات واش اشنو. غنشوف هادشي كله دائما رفقتك الدكتوره ليلى رفيق واكيد كل المستمعين والمستمعات اللي مرحبا دائما بالتواصل ديالهم. رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536 على شاده فهم كتقدر تاثر ولكن واش مع الوقت كتبدا تقاد او لا هي في الحقيقه كاين بزاف الوسائل ديال الترويض هما اللي كنقترحوا مؤخرا على المرضى حيت حتى بالنسبه للكورتيكوثيرابي نازال وهذا ما عندهاش اون بلاص دابا في لي ريكومونداسيون دونك كاين سورتو الترويض بمختلف الروائح في لي زويل الاسونسييل يعني الزيوت الاساسيه هما اللي كنقدروا نديروا بهم الترويض بواحد الطريقه فهمتي بواحد التوقيت معين وعدد المرات في اليوم وواحد المده اللي تتكون شويه مطوله غير هي خاصها بزاف تصبر. ممتاز. المهم انك تعطي نتيجه في الاخير في غالبيه الاحيان عطات نتيجه. ممتاز. دونك هذه حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه اللي غنتكلموا عليها اجي نفصلوا ما بين لان ملي تنتكلموا على الكوفيد عنده اعراضه الخاصه
ملي تنتكلموا على نزلات البرد عندها اعراضها الخاصه، ملي كنتكلموا على انه كاين التهاب او احتقان او لا كاين تعفن على مستوى الانف او لا الكورني ديال الانف او لا هاد الجيوب الانفيه، كاين اجين تفصلوا في كل وحده. اكيد كيجيوكم ناس اللي عندهم الكوفيد طبيعة الحال. نعم، اجي نتكلموا على الاعراض اللي الناس اليوم خاصها ترد ليها البال، وما تقولش لا هذه نزلات برد وصافي اجي نبقى غير في الدار واحد 3 ايام ولا 4 ايام. تفضل. هو في الشيء الخاص الوحيد هو انه الحاجه اللي كتطول في المده، وكذلك ملي تيكون واحد العياء شديد وتيكون تاثير هام على التنفس، دونك هنا خصنا اولا نديروا التست ديال الكوفيد. نعم، الا كان تيست نيجاتيف ديك ساعات عاد كنعطيو ان تريتمون وتنشوفو على حسب ليفوليسيون، حيت لو تيست حتى هو ما نساوش بانه ماشي دائما بوزيتيف. صح، يعني الناس خاصه ترد البال، انا بعض المرات تيقدر ما كيبينش او لا في الغالب كيعطي النتيجه الصحيحه. لا ماشي تيقدر ما تيبينش، اللي تنعرفو اترافير لي زامي ديالنا لي بيولوجيست وهذا هو انه هذيك البي سي ار كتعلق بلا شارج فيرال، يعني عدد الفيروسات اللي كاينين في هذاك البريليفمون اللي كنديروا بديك الوقت. الا كان قل من واحد العدد هذاك الشيء علاش تعطينا نيجاتيف. دونك يعني ان تيست نيجاتيف راه ما تيليمينيش 100% الكوفيد. ممتاز معلومه صراحه، شكرا بزاف عليها، باش ان الناس فعلا واخا تكون نيجاتيف انها ترد البال وانها تاخذ ربما على الاقل الفيتامينات والمواد الاساسيه اللي كتاخذ كوقايه، وتاخذ الاحتياط ديالها بالنسبه للاخرين اكيد باش ما تعاديش. مرحبا دائما بالاسئله ديالكم على 0522 36 0536. حميد السلام عليكم. صباح الخير لاله. صباح النور سيدي، مرحبا. اهلا وسهلا. الله يحفظك. الله يجازيك بخير. بغيت نسول الدكتوره شي اسئله على شي ديال الحساسيه والتهابات ديال الانف والحنجره. مرحبا. بغيت نقول لها زعما انا دابا كنعاني من هذه مش حال هذه، داير درت لي تيست وعندي كتجيني من الغمال. عندك الحساسيه ديال الغمال؟ عندي الحساسيه ديال الغمال، ولكن ملي كنمشي ندوز واخا اي طبيب كنمشي كيعطيوني غير نفس الادويه، يعني واش كاين شي ادويه جديده ولا غير هذاك الشيء اللي كاين؟ واخا، واش واضح السؤال ديالو؟ واضح السؤال ديالك سي حميد، غتبقى معنا ان شاء الله في الاستماع، واكيد كيكون الوقت باش اننا كنجاوبوا على الاسئله ديالكم اللي مازال كنتظروا اخرى على 0522 36 0536. جميل، تكلمنا على الكوفيد وعلى ربما العلامه الاساسيه ان منين الحاجه كتطول ومنين درجه الحراره بقى سين اللي خاص الناس ترد ليها البال في الكوفيد. طبيعة الحال الا ما كتنزلش وهذا مع الدويات دونك خصنا نقلبوا على السبب. هذه بصفه عامه. نعم. لا ميدسين كامله السخانه اللي ما كتمشيش خصنا امبيلو. نعم. نتكلموا على الانف وعلى ربما كاين حساسيه ملي تكون ضيقه هي كتكون على مستوى الانف، ملي تيكون ربما شي مشكل على مستوى القصبات الهوائيه كيكون تعالى الانف. اجي نميزوا العلامات او الاعراض اللي كتقدر تبان على الانف وكنقول ونصنفوها فعلا انها حساسيه او ضيقه من غير نزله البرد غير التصنيف. حاجه وحده قبل ما نبدا بالنسبه للاعراض اللي خصنا نعرفوه هو ان هذيك الضيقه ما كتجي حتى كتبدا بالانف هو الاول، وملي ما كنداويوش الاعراض ديال الحساسيه ديال الانف كتحول لنا الضيقه. صح، دونك كاين واحد النسبه كبيره اللي تتمشي من الحساسيه ديال الانف للضيقه لاننا ما عالجناش هذيك الحساسيه ديال الانف. نعم، شنو هما الاعراض اللي خاص الناس ترد لها البال؟ الاعراض بالنسبه للحساسيه هما الحكه، ايه، العطيس، الاحتقان ديال الانف، والسيلان ديال الانف. غير هو هنا اللي خصنا نعرفوه هو انه السيلان ديال الانف تيكون مختلف على السيلان ديال الانف ملي تتكون عندنا لاسينوزيت مثلا. هنا تيكون السيلان تيكون غير سائل شفاف وتيبقى كل مره تينزل بحال الماء كيف كنقولوا. الماء بحال الماء. بالنسبه للاسينوزيت هنا اللي تيكون عندنا القيح. تيكون عندنا يا اصفر يا اخضر. نعم، مازال غنتكلم معك في هذه النقطة هذه باش الناس تميز. بعض المرات كنشوف حتى إلا كان يعني جهة مسدودة وجهة لا، جهة كيسيل منها وجهة لا، هذا الاحتقان كيكون على مستوى جهة واحدة من الأنف، واش كنقدروا نعطيوه أنه حساسية أو لا نعطيوه ربما لحاجات أخرين؟ أنا نرجعوا ناخذ الجواب ديالك غير وناخذوا سهام. سهام السلام عليكم. عليكم السلام أختي جميلة، لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يحفظك، مرحبا. كي دايره الدكتوره هي لاباس عليها؟ الحمد لله شكرا. بغيت نسلم عليك بعدا وكيعجبني التقديم ديالك بزاف. شكرا لك بزاف سهام، الله يكبر بك، شكرا. الله يحفظك. الله يحفظك. بغيت نسول على قبل عندي البنيته عندها دابا 7 سنين
من صغرها وهي عندها هذا المشكل في الليل تتخمق. نعم. وتتقطع من الفم ديالها وهكذا الصباح بعد المرات تبقى تعطس. نعم. كتنفس دائما من فمها ياك؟ اه كتبقى تنفس من فمها. كتجيها بعد المرات الكحبة هكا في الليل قبل ما تنعس تبقى تكحب. دائما الكحة قبل النعاس؟ تقريبا ديما. وشنو الأعراض الأخرى اللي كتبان لك سهام عند بنيتها من غير أنها كتنفس من فمها كتشخر شوية؟ آه كتبقى تعطس هكا في الصباح. نعم. وبعض المرات حتى وسمار. دابا العطيس في كل وقت ياك؟ كتشخر؟ أحيانا يعني في النهار على طول النهار كان شمت شي حاجة كحركت شي حاجة في الفراس أو سميتو. نعم نعم. قولي لي واش البنت ديالك كتشخر؟ يا بعد ما تكون مسدود لانيف يعني بمره وتتشخر تا. نعم. دوزتي لها عند طبيبه سهام؟ كنت كندوز لها بعد ما تعطيها هكا دي سيرو هكا صغير ما عرفت كاع الاسم ديالها. ما خصناش نقولوا الاسم يعني مزيان ما عقلتيش واش ملي كدوزي لها واش اشنو تيقول لك عندها اشنو تيقول لك عند البنيته؟ يقول لي عندها حساسيه يعني خفيفه تقدر فاش تكبر تحيد ما عرفتش واش غتحيد ولا غتبقى بحال هكا ديال تخرج. نعم. ما قالش لك نوع الحساسيه اللي عند البنيته ديالك؟ ديالاش؟ ما درتش ليها يعني تيست باش نعرف ديالاش. واضح واضح الاسئله؟ واضح واضح السؤال ديالك سيها ما تبقي معنا في الاستماع. شكرا لك الله يحفظ لك البنيته ان شاء الله. شكرا لك الله يحفظك. شكرا واكيد شكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي اكيد مرحبا بالاسئله ديالهم. ربما كنبداو نسولكم هذه الاسئله غير باش السؤال واضح باش حتى الاجابه ديالنا اللي كتكون اجابه فقط تقريبيه ونصيحه ايضا. حنا ما تنعطيوش خاصك دير هذه او لا تمشي لهذه فقط حنا كنوجهوا وكننصحوا فقط. اما كيف كتعرفوا خاص ضروري ان الانسان يدير واحد الفحص باش اننا نعرفوا بزاف ديال الامور. مرحبا على 0522 36 05 36. ملي تيكون الاحتقان ولا تيكون جهه بحده مني مسدوده او الجهه اللي تتسيل هنا نقدروا نقولوا نزلت برد نقدروا نقولوا حساسيه نقدروا نقولوا حاجات اخرى. كاين واحد العلامه مهمه في بالنسبه للحساسيه وهنا كنقولوا احنا بالنسبه لي زويغير كنقولوا اون اوبستريكسيون ا باسكول مره اليمين مره اليسار. فوالا علاش تكون هذه الاوبستريكسيون ا باسكول؟ حيت عندنا واحد السيكل فيزيولوجيك في النيف ديالنا هذوك القرنيات ديال الانف اللي هضرنا عليهم قبيله كل مره كيدي لاطاو في جهه هكاك دونك وهذاك لو سيكل فيه واحد ساعات لخمسه سوايع في كل سيكل دونك كتقدر تكون هذيك لافازو ديلاتاسيون نورمال مع الاعراض ديال الحساسيه كتحسي بهذاك الاختناق. نعم. حيت هو اصلا بحال كتقولي كيتمدد هذاك الانف الداخل نورمالمون ملي كتكون انت عندك واحد لو فون ديال الحساسيه دونك بحال هذوك الاعراض كيتزادوا داكشي علاش كتحسي بها بواحد الجهه اكثر من الاخرى. نعم يعني هي طبيعيا انني في بحال واحد كيوسع واحد كيضيق واحد كيوسع واحد كيضيق كي كيكون ان سيكل بحال هكا تيوسع فهمتي كل ساعه حتى لخمسه السوايع مره اليمين مره اليسار. نعم. الا كان عندنا سورتو شي مشكل عاوتاني في الانف شي قروش عوج ولا هذا دونك واحد الجهه غتحسي بها اكثر من الجهه الاخرى. ممتاز شكرا على التوضيح. مازال نتفصلوا في هذه النقط هذه غير ناخذ مكالمه ديال سناء. سناء السلام عليكم. عليكم السلام اخت جميله كي دايره؟ الحمد لله ربي يحفظك. مرحبا. كي دايره الدكتوره لاباس عليها؟ الحمد لله. بغيت غير نسول الدكتور على هذا الفيروس دابا تقريبا راه شي 10 ايام هو شادنا انا والزوج ديالي وليداتي عرفتي الكحه والسخانه ما تتنزلش واخا الدوايات واخا ولادي السخانه ما تتنزلش ليهم والو. نعم. وحنايا الكحه ولا بياغي ودابا الحمد لله دابا انا والزوج ديالي الحمد لله شويه ولاني الوليدات ديالي عرفتي الكحه ما تتسالي ما بغاش تحيد ليا منهم واخا لي زونتيبيوتيك وستيروات والو والدواء ديال العرب والو ما نعاودش لك ما بغاش تحيد كاع ديك الكحه. نعم. درتي التيست ديال كورونا؟ مشات مشات كيف نسولكم هاد الاسئله لان هاد مهم هنا فوالا حيت هاد النزلات اولا هاد السؤال بالذات ديال سناء بزاف ديال السيدات والساده عندهم هاد السؤال لان بزاف اللي كنسمعوا تيقول لك انا بداني انا البرد من بعد مشى لراجلي من بعد الوليدات اولا الوليد اولا البنيته جابته لنا من المدرسه هذا هو اللي كنسمع انا بزاف وصراحه بزاف ديال المختصين معايا ايضا اللي ما تمكنوش انهم يحضروا معايا في كثير من الحصه لهذه القضيه هذه ديال ان فعلا كانوا نزلات ولكن هما داروا التست لقوا انه الكوفيد. اكزاكتومون دوتون بليس انا دابا طول فيهم وفي العائله كامله
وكاين اعراض ديال الجهاز الهضمي عند الوديدات الصغار والاسهال فوالا. واخا ان الاسهال يقدر يكون مع نزلات البرد العاديه عند الدراري الصغار ولكن ماشي 10 ايام فوالا. نحيدوا الشك لا اللي شفنا في اللي كابيني وهذا هاد النزله كطول شويه فوالا. بلاتي غنرجع معاك نشوف هاد النزله هذه علاش كطول. غير ناخذوا امال. امال السلام عليكم. الو السلام عليكم. امال كمال. كمال. ربي يحفظك كمال. مرحبا. بارك الله فيك. الله يجزيك بخير. انا عندي واحد البنيته في عمرها 6 سنين. المشكل اللي كاين عندها انها بالليل كتخنق. ديتها عند واحد البيدياتر. نورمالمون قال لي عندها الكراز من الحلاقم كبار شويه وعطى لي واحد لو تريتمون جوج ديال لي زونتيبيوتيك وواحد الرشاشه كنديرها في النيف. واخا. شحال السن ديالها؟ 6 سنين. 6 سنين. مي واخا استعملنا هذاك لو تريتمون مازال نفس المشكل. من بعد عاوتاني واحد الكونترول ديتها عاوتاني ليه قال لي نورمالمون خصها واحد الاوبيراسيون وانا ما عرفتش هاد الاوبيراسيون. انا خايف من الكوطي ديال الاوبيراسيون. نعم. واش قال لك عمليه باش نحيدوا الحلاقم؟ اييه. نعم. البنت ديالك شحال مره كيجيوها الحلاقم؟ تقريبا لا سيزون كامله كيجي فيها ديال الشتاء. نعم. عندك لي سؤال؟ لا غنعقب من بعد على واضح. واضح السؤال ديالك. كتبقى معنا سي كمال في الاستماع رجاء واكيد ان شاء الله تكون عندك الاجابه. واكيد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي ممكن انهم يتواصلوا معنا. مازال رقمنا راه الاشاره 0522. ايمان على شدايف وكنسولوا على صحه الانف الاذن والحنجره. رفقه الدكتوره ليلى رافق اللي هي اخصائيه في جراحه الانف الاذن والحنجره كنتكلموا في هذا الامر. واكيد مرحبا بالاسئله ديالكم من خلال الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 05 36. مكالماتكم مرحب بها ودائما ملي تكون في صلب الموضوع كيكون صراحه افيد. ولكن مرحبا بكل الاسئله. معنا خديجه. خديجه السلام عليكم. خديجه السلام. اختي جميله اهلا وسهلا. مرحبا لالا. بارك الله فيك. ترحب بك الجنه. شكرا لك والدكتوره. العفو. مرحبا. بارك الله فيك. الله يخليك. انا عندي العائله عنده 29 سنه وعنده واحد الحساسيه ديال الانف. اييه. وهذه شي 3 سنين باش متاتو وخرج له واحد الباسيه طرات عند لكم الطبيبه واحد الكريطينه في الزرق. يشرب حبه صغيره في الليل. دابا هو المشكل عنده ديال العطيس أغلبية في البرد. العطيس تيعطس بزاف. العطيس وديك العطسة عامرة حاشاك فوالا عامرة أغلبية في الليل. في الليل أو في الصباح. أو في الصباح ملي تينوض. ما كيديرش رشاشة ديال النيف؟ لا حبيبة لا. هو دابا المشكلة ديالو ما رجعش عند الطبيب. يقدر يكون رجع يقدر يخرجها له. نعم. ملي مشى أول مرة عطاه قال له عندك الحساسية وخرج له ديك الباسيات صافي بقى عليهم تيشربهم. كيشربهم بلا ما كيرجع للطبيب. كيسالي وكيمشي ياخذهم. لا ما مشاش كيسالي تيتعيط نقول له مشي عند الطبيب. رجع عند الطبيب. شوف ما رباش شي ما رباش يخرج يبدل لك الدواء ما رباش شي فوالا. المهم ما بغاش. راك تعرفي الدري كبير ماشي غنبقى زعما راكي عارفه اللي كاين. نعم. المهم خليك دابا بغيت نسقسي الطبيبه واش مع المده واش تقدر ترجع له الله يستر ضيقه ولا شي حاجه. بواه ميت عنده ضيقه. بواه كيعمل رابول عنده ضيقه بواه. واضح السؤال ديال خديجه. واضح السؤال ديالها. شكرا لك بزاف لالا واكيد شكر موصول لكل مستمعين والمستمعين. بالعكس مرحبا. دائما اسئلتكم مرحب بها على 0522 36 05 36. هنا ملي تنتكلموا على هاد العلامات وتكلمتي على هاد الاحتقان اللي كيكون على مستوى الانف وتكلمنا على ان هاد الامر خاصه دائما نفصلوا ما بين كوفيد ككوفيد وما بين الحساسيات وان الحساسيه هي اللي كتولي الا ما تعالجاتش او لما تشخصاتش كتولي ضيقه. دائما في هذا الاطار شنو الامور الاخرى اللي ممكن اننا على مستوى الانف وما نستهنوش بها؟ لان بعض المرات فغيمو كنستهنو بالامر تنقولوا معليش. كاين كيف قلنا المشكل ديال الشم. وبعض المرات حتى تغير الشم. بعض المرات تيقول لك المريض بحال كنشم شي ريحه خايبه في النيف ديالي. شي ريحه ماشي هي هذيك. صح. دونك حتى هذه فهمتي امر مهم اللي خصو يمشي عند طبيب الاذن الانف والحنجره ويدير ليه المنظار ويشوف شنو كاين. نعم. شنو كيقدر يكون الا الانسان شم شي ريحه خايسه او لا ريحه زوينه؟ اول حاجه هي لا سينيزيت. هي التعفن ديال الجيوب الانفيه. نعم. دونك وثاني حاجه نشوفوا واش كاين شي جلود ولا شي حاجه اللي تتبلوكي النيف وتتعطينا. وبالنسبه للدراري الصغار ما نساوش الريحه الكريهه في الانف تقدر تكون ان كور اترونجي. يقدروا يكونوا خاشين شي حاجه في النيف ديالهم شي حمصاص شي حدسه شي حاجه لان الوليدات سبحان الله هادشي علاش خاصنا نردوا نعطيو الحاجه فوالا. كيدير بزاف الحوايج يعني انا خاص نردوا البال مع الوليدات ملي يكونوا كنعطيهم يلعبوا شي حاجه تكون القطعه كبيره ما يكونوش دوك الحاجات الصغار
بحال التسابيح، يردوا البال الامهات من التسابيح. التسابيح بالنسبه للانف والاذن فوالا، وبالنسبه عاوتاني للحتاره بعد المرات ياخذوا تيخشيو حتى الكاغات لي بونج حتى هو الحاجه كاع اللي كتقطع ولي سهله انها تدخل. اي حاجه بالينا شي طريف ناقص ردوا البال الانف شي بلاصه، لان تما سمحوا لي بهذا كيخناز هي فاش كانت شمو ريحه ما زويناش في الـ في الـ في الانف اولا هذا. شنو الامور اخرى دائما على مستوى الانف نقدروا نقولوا؟ ميس كلمتي على الجلود، كاين بزاف الناس اللي كنقولوا انها متعايشه مع جلود، وكاين الناس اللي تقول لك لا واش، وكاين الناس اللي كتختلط ليها جلود مع داك الكورني اللي كتكون هنايا داك اللي كيقدروا يتنفخوا القرنية ديال الانف، هذوك لي كورني نازو هذوك تيكونوا عندنا بصفه طبيعيه. صح. غير هما الا كبروا بزاف ولاو تياثروا لنا على سوا الشم ديالنا سوا التنفس ديالنا، ديك الساعات اللي خصنا نديروا لهم العلاج. كنبداو بالعلاج بالكورتيكويد نازال، يعني بهذاك البخاخ ديال الكورتيكويد. وبعد المرات الا ما قداش هذاك البخاخ ديال الكورتيكويد بقى عندنا نفس المشاكل في التنفس، ديك الساعات كنقدروا نديروا واحد الجراحه صغيره تنقصوا من الحجم ديال هذوك القرنيات. تقريبا الجراحه كتاخذ نفس الوقت ديال الجلود ملي كنحيدوهم ولا اقل؟ ولا اقل اقل. نعم. الا كانوا غير بوحدهم دونك اقل. نعم. كيقدروا يجيو هما وجلود كيقدروا يكونوا مع العوجاج ديال الانف، كيقدروا يكونوا مع جلود، فهمتي اي حاجه هما ما عندهمش علاقه مع الاخرين. نعم ممتاز. ناخذ دائما مكالمات على 0522 36 05 36. سناء السلام عليكم. نادية. السلام عليكم نادية. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا لالا. الحمد لله. مرحبا. الله يجازيكم بخير دكتورة. السلام عليكم لالا. السلام. الله يجازيك بخير. أنا بغيت نسول على الإبن ديالي، دابا عنده 14 عام، ولكن فاش كانت عنده 3 سنين كانوا عنده دوك الجيوب الأنفية دوك الجليدات، وكنا درنا ليه العملية حيدناهم الحمد لله. ولكن اللي تلاحظ ديك دابا هو كبر، ولكن نقدر نقول عامين 3 سنين الأخرى هادي نيفو ما تينشفش. يعني دايما هو ديك الوقت نقولوا تينفح تيحسب الماء دايما في نيفو سواء مروح. نادية نادية رجع معك عفاك، في 3 سنين شنو حيدتوا ليه؟ جلود فوالا. الجليدات كان عنده مشكل في النيف دايما تيتخنق بالليل ودايما مريض. من بعد فاش درنا ليه كونسلتاسيون قال لك خصو يحيد الجليدات، حيدنا الجليدات الحمد لله، زعما تعافى مزيان وكل شيء بخير. ولكن انا اللي لاحظته ما حد دابا تيكبر تلاحظ بانه نيفو ما تينشفش. يعني في الاول تنقول راه تيتروح راه الجو تغيرات، ولكن دابا اللي ولا طول العام تقريبا دائما نيفو تيسيل بالماء، دائما هو جالس تيمسح، يعني ولات عنده عاده. وما عرفتش واش نتيجه لهذاك الجليدات اللي حيدنا، صراحه ما عاودش دوزت له. ودابا تيكبر الولد وهذا، وبغيت نعرف زعما واش نتخوف من هذه القضيه او لا عادي. تيبقى يحك النيف ديالو؟ لا ماشي تيحكو زعما سالوغرات، لا غير هو دائما تيمسح بنيفو. داكوغ. ما عندوش العطيس؟ لا قليل قليل العطيس، غير هو دائما تيحس براسو بحال الماء تينزل ليه. نعم. واش فعلا كيبان له المنازل او لا هو غير داك الاحساس؟ لا هو تيكون مره واخا. واضح. دار شي فحص عند طبيب الاذن والانف في الفجور؟ لا صراحه النهار اللي تسحبت له هو صغير ما بقيتش عاود درت ليه شي كونسلتاسيون. نعم واضح واضح. سؤال ديالك ناديه، شكرا بزاف عليه، واكيد شكرا موصول. العفو. مشكورين دائما كل مستمعات ومستمعين، مرحبا دائما بالتواصل ديالهم. مازال رقمنا باش انكم تواصلوا معنا 0522 36 05 36. اليوم بقينا غير في الانف دكتور، مازال ربما المره الجايه نشوفوا الاذن نشوفوا الحنجره. مي معليش اكيد تبارك الله، واكيد مرحبا دائما بالاسئله ديالكم المستمعين في هذا الاطار على 0522 36 05 36. على شهادة مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم، رقمنا باش انكم تواصلوا معنا وتسولونا على اهم الامور اللي كتخص الانف والاذن والحنجره على 0522 36 05 36. دكتور ليلى رفيق مازال كنتكلموا على هذه الامور، وعطينا اشاره حتى الوالدين يردوا البال الوليدات ديالهم، يعني خاصه في اللاعب ديالهم يردوا لهم بال، لان اي قطعه صغيره واي حاجه ممكن هما يديروها في الانف او في الاذن ديالهم. في الفاصل كنا كنتكلموا على واحد الحاجه اللي ما خاصش الوليدات فعلا، خاص الامهات والاباء يردوا لها البال، هي داك الحجره. هما هذوك لي بيل، هذوك الحجرات اللي تيكونوا في اللعاب ولا هذا، هذوك اللي الساعات ولا اللي تيكونوا ميتاليك يعني معدنيه، هذوك اللون ديالهم تيكون رمادي. هذوك سوتوني رجونس بالنسبه لنا حنا في الوايغيل سورتو لا تخشات في النيف، ما خصهاش، خصها تحيد قبل ما توصل 6 سوايع، سينو كتكون لا نيكروز، يعني هذيك بحال هذيك الخشاء المخاطي كتبدا بحال تتاكل فيه، تيبدا تيموت تي نيكروزي. نعم. دونك رجع ردوا البال، وكيف قلت
الوليد نحطوا له اللعاب اللي هي في السن ديالو واللعاب اللي هي كبيره, يعني ماشي كبيره يعني ما تكونش دوك القطع الصغيره كبيره في الحجم ديالها باش ما يخشيهاش في الانف او في الانف ولا في الاذن ولا ما ياكلهاش. فوالا تي الا كانت كتفصل او شي حاجه كتركب يكونوا قطع شويه كبار ماشي دوك القطع الصغار. ردوا البال مع الحجر مع الحجر ديال اللعاب, لان كاين تبارك الله وليدات اللي ما شاء الله عليهم كيبغيو يفصلوا اللعبه ويشوفوا شنو فيها لداخل, فردوا البال هي مزيانه مي ردوا البال. وتا العمر ديال دائما كتكون لعبه فيها العمر, ما نستناوش بهذا الامر. هذاك راه حاجه اللي هي مدروسه ان هاد الوليد خاصو يلعب هذا النوع من اللعب هذه, ماشي لا نقولوا لا انا عجبني او لا ولدي عجباته, لا تا العمر نحترمه. اذا شفنا معك ان هاد الامور كلها كتميز وكلها كتكون على مستوى الانف. تكلمنا على ان الحساسيات, ان الانسان ملي كيبدا يعطس السيلان ديال الانف, داك الاحتقان, الكوفيد, ايضا نزلات ديال البرد. نزلات ديال البرد هما اللي كاينين دابا, ما نقدرش نقولوا ان ما كاينينش, كاين نزلات ديال البرد لا غريب هاد الامور كلها. شنو العلامه اللي كتميز نزله على مستوى الانف؟ كيف قلنا هما جميع العلامات اللي هضرنا عليهم, حيت علاش؟ حيت الانف والاغشيه المخاطيه ديالو كي بحال كيستجيب بنفس الطريقه مع اي مهيج, سواء كان حساسيه ولا فيروسات ولا هذا, كاين التهاب, الاحتقان. علاش؟ حيت تيتنفخ لينا هذاك الغشاء المخاطي, تيكون فيه بحال الماء فهمتي, تيتنفخ دونك الانسان ما تيبقاش يشم مزيان, تيحس بنيفه مسدود, تيبقاو يدوزوا هذوك لي سيكريسيون, هذوك الافرازات الانفيه. وكيف قلنا خصنا نفرقوا ما بين هذوك الافرازات اللي تتكون شفافه ولا صفراء ولا خضراء يعني فيها القيح. كاين كذلك المشاكل في الشم, مشاكل في التنفس, الواحد كيولي يتنفس من الفم ديالو وهنا كيعطينا جفاف في الحلق وكيعطينا الام في الحلق. دونك هادو هما العلامات في الغالب. وعاد كيف قلنا الا كان الشم ديال شي رائحه ماشي هي هذيك رائحه كريهه, دونك خصنا نشوفوا نديروا المنظار ونشوفوا الانف شنو فيه, نشوفوا الجيوب الانفيه, نشوفوا واش كاين شي جلود, نشوفوا واش كاين شي تقيح على مستوى الجيوب الانفيه. دونك هادو كاع علامات اللي خصنا نردوا لهم البال. نعم, غير هو باش كنميزوا لا غريب او لا ضربني البرد على الكوفيد على الحساسيات, واش كيكون غير الوقت؟ كاين الوقت وكاين حتى الشده ديال العلامات اللي كيبانوا لينا, الشده ديال الاعراض. كيف قلنا الا كانت السخانه ما بغاش تهبط واخا درنا ليها الدواء, كيف قلنا العياء الشديد, وهنا غنهضروا على الفحص حتى الواحد يدوز اكيد. بالنسبه لي بيبي الوليدات الصغار قل من عامين هنا ما نتهاونوش معاهم فوالا, اي عرض اي عرض كنديو عند البيدياتر. بالنسبه للوليدات الكبار الحراره ولا المشاكل اللي تتكون لا غريب مع المشاكل ديال الجهاز الهضمي مع لي كونجكتيفيت بيغيلونت, يعني الوليد ضرب البرد وعيناته تيعمشوا ولا هذا, ملي تيكون مشاكل في التنفس والاحتقان وهذا, هنا ملي 24 ساعه ولا 48 ساعه خصنا نديو الوليد حتى هو لعند البيدياتر ولا عند طبيب العائله. كذلك بالنسبه للناس كبار هنا ملي تطول مده على اسبوع وتبقى فينا السخانه وتبقى العياء الشديد وتيكون عندنا مشاكل في التنفس, هنا خصنا ندوزو. نعم, دونك حنا كنعرفوا ان بحال مثلا الانسان الحراره او السخانه فات ربع ايام ولا شي حاجه, الانسان ما خاصوش يستهن لانه فعلا ما كيقدرش يتحملها على ما كنظن. حنا كنهضروا على فات سبع ايام وهو خدا الدواء من لافارماسي ماشي بلا دواء بلا الدواء. شنو هو اول حاجه اللي هو مضادات الحراره وبيان سور ملي كنهضروا هنا على الحراره بالنسبه للكبار ولا سورتو بالنسبه للدراري الصغار, هو انه كنقصوا الحوايج, كنديروا واحد الحمام اللي تيكون دافي وتنهويو لا شومبر فهمتي باش تهبط الحراره. دونك هادو من بين عاوتاني الوسائل من غير الدواء. نعم, دونك وكاين الادويه ديال المخفضه ديال الحراره, كاين الفيتامينات. وانا كنفضل بان لونتي بيوتيك ما يتستعملش حتى يكتب الطبيب. اكيد, لان كيف قلتي بعض المرات الانسان من قوه ما كيستعملو لقيت اللي خصو يستعملو فيها ما كتكونش فيه فائده. كيقضي وحتى ملي تيجي عندنا تيكون خدا بزاف لي زونتي بيوتيك, خلط هذا مع هذا, دونك انت كيجي عندك واحد المريض اللي كيفاش غادي تتعامل معاه صراحه. شكرا, نجاوبوا على الاسئله ديال المستمعين والمستمعات. كلم حميد عنده الحساسيه من الغمال او الرطوبه, وتكلم على انه ديما تيعطيه الطبيب ديالو نفس الادويه, هو كيتسائل واش ما كاينينش علاجات جديده في هذا النوع من الحساسيات. كاين لاحظت بان بزاف الاسئله كانوا على الحساسيه. اللي كنقولوا دائما هو ان الحساسيه مرض مزمن, كيفاش كنداويوها؟ نداويوها بالادويه. الادويه كيف قلنا هما هذوك العقاقير اللي كناخذوا
وكاين البخاخات ديال الكورتيكويد مهمين، وكاين كنزيدوا حتى لك الاختناق مهم تنزيدوا هذاك اللافاج ولا هذاك غسيل الانف في الماء البحر حتى هو مهم. ولكن هنا ملي كنهضر على البخاخات ولا ماء البحر هنا كنهضروا على طريقه استعمال، راه الاغلبيه ما تيعرفوش يستعملوا هذه الادويه، ما تيعرفوش يستعملوا البخاخات بطريقه صحيحه. نعم. في الغالب تيستعملوها بواحد الطريقه اللي تتخليها تدوز في الحلق ديالهم. نعم. دوك هنا ما تنكونوش افيكاس. دوك انا دائما المشاوره مع الطبيب وانه يوريه الطريقه باش انه يعتمد من بعد، حيت هذيك الطريقه اللي غيوريك الفارماسيان، الفارماسي غيوريك غير طريقه استعمال غير عدد المرات، ما غيوريكش طريقه استعمال صحيحه. نعم. اللي بها غادي تدخل هذاك الكورتيكويد ولا هذا الانف مزيان والاغشيه المخاطيه وما غدوش لك في الحلق ديالك. دوك هادشي مهم. دوك طريقه استعمال ديال الدواء، اللافاج بالماء ديال البحر هو كيحسن الدور ديال العمل ديال الجيوب الانفيه. كاين كذلك نتجنبوا المهيجات نتاع على حسب، لانه هو عنده الغمال دونك الغبره تيفيتي حتى البخور حتى المواد المهيجه مواد التنظيف. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه مزمنه راه ما يمشيوش حتى لابيسين الا كان فيه الكلور، من الاحسن يعوموا في البحر. دونك كاين بزاف الوسائل، ويعرف بانه اي حاجه موكيت ولا اي حاجه فيها الغبره خصو يتجنبها ويهوي الدار، وما ينشرش ما يعلقش الحوايج ديالو ورا الباب فين كينعس هو. دونك حيت هادشي كامل تيجمعنا هذاك المهيجات وهذيك الغبره اللي كتسبب ليه في الحساسيه. بالنسبه اللي قال لك العلاجات الجديده ولا هذا اون فيت ماشي جديده، كاينه لا ديسونسيبيليزاسيون اللي كدار في بعض بعض لي كابيني اللي هما هذوك العقاقير اللي كدار تحت اللسان، ولكن هذاك الشيء كيتعلق بالجواب ديال كل مريض، التجاوب ديالو لهاد لا ديسونسيبيليزاسيون. نعم. دونك الخلاصه انه خاصو فعلا المكان اللي فيه الغمال او هذا هو اللي خاصو يتحسن. فوالا. نعم. سهام تكلمت على البنت ديالها، تكلمت عندها 7 سنين كتنفس من الفم ديالها، دائما كتعطس الكحه دائما قبل النعاس، وبعض المرات حتى في الصباح كتشخر ولكن خفيف. اشنو نقدروا نقولوا لسهام على البنت ديالها اللي كتحس بهاد الاعراض كلهم؟ الاعراض بعد الاوليه اللي قالت هما اعراض ديال الحساسيه، ولكن هادشي ما كيمنعش على انها بويسكو كتشخر وكتنفس من الفم ديالها نديروا واحد الفحص عند طبيب الاذن والانف والحنجره باش نشوفوا واش الحلاق مكبار ولا كاين شي جلود. ممتاز. سناء تكلمت على انه هي قالت فيروس، قالت لك ولكن ما دوزتش، قالت لك فيروس لمده 10 ايام، قالت لك الاسهال، حيت حنا كنسمعوا الناس كتقول راه كاينه واحد نزله، كاين واحد الفيروس دابا، كاين واحد الفيروس مجهد ربما على هذه الاساسيه قالتها. قالت الاسهال، تكلمات على السخانه، تكلمات على الكحه، قالت لك هي وراجلها فاتهم الحال ولكن الوليدات باقيين مرتين بهذه المساله هذه. كنا بغينا نسولها اسئله ولكن قطع على الخط. ماشي مشكل، اللي خصنا نعرفوا هاد الايام هو انه راه الكوفيد باقي، راه باقي تنشوفوه، وباقي الناس كينسعوا في لي كلينيك وفي السبيطار بسبب الكوفيد. صح. دونك ما نستهنوش به. شي حاجه اللي طولات كيف قلنا كندوزو كنديروا تيست الكوفيد، الا كان نيجاتيف مع ذلك راه كيف شرحنا قبيله انه يقدر يكون نيجاتيف، دونك نديروا الاحتياط ديالنا، ناخذوا الدواء ديالنا، وسورتو نرتاح. اكيد. يعني راه ملي تنخدموا ولا هذا وتنديروا هذاك المجهود وكنخدموا راه ما تنعاونوش الجسم ديالنا باش يداوى. نعم. دونك هي الوليدات ديالها ضروري خاصها تمشي ديهم الطبيب على الاقل دير لهم تيست طبيعه الحال باش تعرف. كمال تكلم على البنيته ديالو 6 سنين، قال لك تخنق، داها لطبيب الاطفال، قالوا لي الحلاق، خدا التريتمون ديالها، قال لك ما كنشوفش تحسن، قال له الطبيب خاصك عمليه. هو تخوف من العمليه ديال الحلاق؟ بالنسبه للحلاق الكبار نورمالمون الا كانت اكثر من 4 سنين راه كنحيدوهم، حيت قبل 4 سنين كنتسناو الحلاقم ياخذوا بلاصتهم ويرجعوا ويرجع هذاك مجرى التنفس بشكل عادي. ملي فات هي 4 سنين وباقي عندها الحلاقم كبار، دونك خصها تحيدهم. علاش؟ حيت تيوليو المضار ديالهم اكثر من النفع ديالهم. صح. الا ما كانش كتنفس مزيان حتى النمو ديال الوجه ديالها ما غيكونش بشكل عادي. او الفك حتى هو ياك الفك هو هذاك اللي كنهضروا عليه، دونك تيبقى فهمتي الفك صغير باغابوغ الوجه ديالها. نعم. دونك داكشي علاش خصها من الاحسن تحيدهم باش يكون عندها شي عمليه صعيبه. عمليه اللي كنديروها بزاف خصنا نديرو غير واحد الاحتياطات باش ما يكون فهمتي لا ما تقلش شي حاجه من بعد لا حتى شي حاجه. ممتاز. نعم. خديجه تكلمت على الوليد ديالها 29 سنه، تكلمت على عنده حساسيه، عطاه الطبيب الدواء، لكن قالت لك من بعد ما رجعش هو لا كونترول لا عند الطبيب، تكلمت على العطيش وقالت لك كيكون دائما عامر، وبالليل عنده دواء ديال الحساسيه اللي كياخذ حبه، دائما تياخذ دويات بلا استشاره طبيه، تكلمت على ان الاب توا عنده الضيقه. النقطه المهمه اللي شارت ليها مدام خديجه وي
هو انه الاب ديالو ازماتيك. صح. وبالنسبه لنا حنا في لي زيتود وهذا الناس اللي تيكونوا ازماتيك واحد النسبه كبيره من ولادهم راه غتكون حتى هي ازماتيك وانت عندك ديجا واحد المشكل ديال الحساسيه ديال الانف اللي هو المدخل ديال هذيك الضيقه دونك خصك تداويه. نعم. الدواء ما تيكونش غير بالعقاقير داكشي على سولتها حتى على بخاخ ديال الكورتيكويد الا كانت الحساسيه على طول العام وفهمتي كتاخذ واحد المده كبيره في السنه دونك خصنا نديروا البخاخ ديال الكورتيكويد باش فهمتي نكونتروليو هذيك الحساسيه مزيان. نعم ودائما بالاستشاره الطبيه هنا ماشي شي انسان. انا كنهضر هنا على طبيب الاذن والانف والحنجره. ناديه تكلمت على الوليد ديالها قالت لك دابا عنده 14 سنه ولكن في سن 3 سنوات حيدوا له الجلود. قالت لك كانت الامر عادي ولكن بعد قالت لك لحد الان تيشوف دائما الانف ديالو تيسيل ما هما ما داروش كونترول ما رجعوش عند الطبيب على هذه المساله ولا من بعد العمليه اشنو نقدروا نصحوها؟ بطبيعه الحال خاصها تعاود تشوف استشاري الاذن والانف والحنجره ويدير ليه المنظار ويشوف اشنو كاين هذوك جلود اون جينيرال بصفه طبيعيه تيحيدوا وتينقصوا في السن ديال 13 عام ولكن ديروا المنظار ونشوفوا شنو كاين تقدر تكون حساسيه هي اللي كتسبب هذاك السيلان ديال الانف ولكن هادشي ما كيمنعش انها تمشي تشوف طبيب الاذن والانف والحنجره ويدير المنظار ويشوف شنو كاين ما كيرجعوش الجلود واخا كيحيدوا من الانسان يرجعوا نعم يقدر يتسبب حيت غير كنكرطوهم فهمتي لو طول اللي يخليو غير التنفس عادي حتى يكبر الوليد ممتاز دونك واضح كنشكرك بزاف دكتوره ليلى رفيق انت اخصائيه في جراحه امراض الانف والاذن والحنجره شكرا بزاف على الوقت ديالك والحضور ديالك شكرا نتلاقاو اكيد في حلقه ماجيه ان شاء الله ودائما كن راه مهمه جدا هي البواقي يعني الحاجات اللي كتبقى لينا لان بزاف المرات كتلقى ان الناس كيبقى عندهم الخبز بزاف مثلا وما كنستافدوش منه على الاقل الانسان اللي كان يخلي الخبز يستافد منه او لا يخلي شي حد اخر يستافد منه بمعنى تنشوف انا صراحه وهذا المنظر تيعجبني انا تنشوف بزاف ديال السيدات والساده اللي مثلا تيبقى لهم الخبز كتشوفهم انهم كيقادوه وكيفرتوه هذا وكيدوه للحمام كياكلوه كتلقاهم كذلك انهم كيحاولوا يوزعوه في هذا بطاط صغار وكيحطوه للحمام كيتخلط مع شي حاجات كيتحط الحيوانات الاليفه بحال الكلاب والقطط وغيرها يعني على الاقل نكونوا كنستافدوا منه في واحد النقطه ماشي نخليوه بين قوسين سمحوا لي حتى كيخناز او لا كيخماج او لا ما كيبقاش فيه كتولي فيه ريحه ما زويناش لان بعض المرات كاين الناس اللي كيكون هذا الخبز يا اما مثلا فزق يا اما كيكون عامر بشي حاجة مثلا طرف ديال ساندويتش أو لهذا خاصنا نعزلو باش هكا نستافدو إلا كان عندنا الخبز مثلا حنايا خدينا الباكيت أنا جيت من الخدمة جبت معايا باكيت مول الدرجة من الخدمة تواجب مع باكيت وليداتنا كبر حتى هما جابوا معاهم باكيت فكنوليو في عدد اللي هو كثير كاين الناس اليوم تبارك الله اللي كتحاول أنها كتقطع وكتخبع حتى الغد على الاقل ويعاود تسخن الحاجه باش نسخنوا الخبز ديالنا اللي كيبقى لينا اولا الخبز حتى اللي عجناه ويبقى لنا بطريقه اللي هي زوينه وطريقه اللي تقدر اننا كنقولوا فشفشه شويه هي اننا دائما نكونوا حاطين واحد البخاخ ديال الماء اللي كنكونوا دايرين فيه الماء ولكن كيتغير بطبيعه الحال وكناخذوا الخبز ديالنا كنستفوا في طاوه ديال الفران على الورق ديال الطهي وكنحاولوا اننا نرشوا الخبز ديالنا بهذا الماء وكندخلوا الفران الفران اللي كتكون يعني مع كندخلوا الخبز مع كنسخنوا الفران ما حد كيسخن الخبز كيكون ديجا على الفوق يعني العيون على التحت وكنخليو الخبز كيبدا يسخن بشويه بشويه بحال اللي كنعاودو نحيوه من جده وجديد وهكذا كيكون مناسب ان الناس تقدر تعاود تاكلوا الغداء او الكوتي او لهذا طريقه اخرى مثلا الباكيت اللي كيبقى لنا كناخذوه ونسخنوه شويه من بعد غير باش يولي لنا طوع في يد ديالنا وباش ما يبقاش يتلوى وكنحاولوا اننا نقطعوه بالموس كيف كنقولوا موس المنشار كنقطع او مثلا دوائر من بعد فاحنا كنديروا ديك القضيه اللي بزاف السيدات كيعرفوها البيض مع الحليب مع شويش ديال المليحه ولا شويش ديال السكر وكنطربوا الكل كنبداو نغطسوا الوجوه ديال الخبز ديالنا وكنديروهم في زبيده ولا في شويه ديال الزيت انه كيتحمروا كنقدموهم مع الكوتي ديالنا الوليدات ديالنا كذلك من الطرق اللي ولاو السيدات بزاف الا كان عندك الخبز ديال الدار يعني باقي بزاف ممكن انك تشديه وكتفرتيه اولا كندوزو في الحكاكه غير هنا ردوا البال صبيعات ديالنا من بعد كنضيفوا عليه مثلا بيضه مع شويه ديال الملح شويه ديال التحميره كان يعني كنسموه شويه وكتحاولي تعجنيه وكتحاولي انك ديري في الطاوه على الورق ديال الطهي كتفرديه مزيان وكتدخلي الفران بقي يتصهد من بعد ما كتحسي بانه بدا كيتصهد كتخرجي كتقدري ديري عليه الصوص ديال مطيشه ديري عليه الفلافل الطون اللي بغيتي وكتعاودي تدخلي الفران اولا الا ما بغيتيش تدخليه الفران ممكن انك
ولكن الا كانت عندك غير كميه قليله كديري في مقله، والمقله اللي تكون كتغطى من الاحسن، وتديري نفس الطريقه من بعد كتعاودي ديري عليه لاصوص وديري عليه اللي بغيتي وتعمري العماره اللي بغيتي، وكتغطي وكتخلي هذا الخبز كيطيب من في الاخير. الناس ما كيعرفوش بلي العجينه راه كانت خبز مفرتت ولا خبز اللي هو باقي. دونك نحاولوا اننا نردوا البال لهاد الامور، ما نبقاوش ما يكونش ضايع. نحاولوا اننا الا بقى لينا شي حاجه من هذا الشيء اننا كل مره نحاولوا اننا نستغلوها بهذا الشكل هذا. اكيد مازال ارجع لكم، ودائما مرحبا بالتواصل ديالكم حتى من خلال الفقره ديالنا والمسابقه ديالنا اللي كتسمعوني الاصوات ديالكم وكتسمعوني الفرحه ديالكم من خلال التواصل على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0702024040 على شاده اف ام. ومرحبا بالشيوات ديالكم مجربه وجديده من خلال التواصل معنا مباشره على 0522630536 على شاده اف ام. شادا اف ام سعود 12 شادا الاسره مع جميله ايوب والديده. اهلا وسهلا بكل مستمعي ومستمعات فين ما كنتوا دائما على شادا اف ام اذاعتكم. اكيد مرحبا بالتواصل ديالكم، رقمنا هو 0522630536 باش انكم تعطيونا على شلا شيوات المجربه والجديده اللي جربتوها ونجحت معكم. تكلمت قبل كيف قلت لكم على مساله اللي هي مهمه، هي الحاجات اللي تتبقى لينا، ما كيبقاش لنا غير الخبز، كيبقاو لنا بزاف ديال الحاجات. غير هي النصيحه بحال مثلا طيبنا شي حاجه مثلا وبقات لينا وحنا عارفين اننا غد ليه ما غناكلوهاش، نحاولوا اننا نديروها في الكونجيلاتور، يعني تال واحد يوم يومين من بعد منا ونعاودوا نخرجوها ونسخنوها، ماشي نخرجوها نسخنوها ونحيدوا منها شويه ونعاودوا نردوها، تما كنوليو يعني كناكلوا حاجات اللي هي مفيده للصحه ديالنا. لان شنو تيوقع بعض مرات السيده كتدير واحد القياس وكطيب واحد الكميه وكيبقى لها وكتقول صافي خليتها لغد لي، لغد لي تتنوض الحماسه والحداقه وكتعاود عاوتاني تطيب حاجه اخرى وكتبقى ديك الحاجه عاوتاني وحنا غاديين. علاش ما نحطش ديك الحاجه نديرها في بواطه ونحطها في كونجيلاتور واحد يومين من بعد اولا واحد النهار اللي كان عندي لا جورني كانت عامره، يعني كانت صبين كانت خمال كانت شي حاجه ديت وجيت بالدراري كان عندي نهار عامر ما كنعرفوش الظروف شنو تتجيب، فممكن انني نسخن هاد الحاجات. يعني نحاولوا اننا نتكيسوا شويه على الصحه ديالنا ونحاولوا اننا نردوا لهاد البال هاد الامور رغم البساطه ورغم اننا ما كنردوش لها البال، ولكن راه مهمه يعني انها كتحيد عندنا واحد الوقت نقدروا نديروا فيه حوايج اخرين نقدروا غير نرتاحوا فيه. الحاجه الثانيه اللي غنتكلم عليها دائما 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 قبل ما نمشيو نتقداو نشوفوا شنو عندنا في الكوزينه. مثلا انا شريت القطاني ولا القطنيه كيف كيسموها الناس، شريت العدس شريت الحمص لان هذا الوقيته ديالو كنستهلكو بشكل اللي هو مزيان، فما غنجيش انا باقي عندي الحمص نمشي نشري كميه اخرى ديال الحمص اولا نشري اولا ندير اولا ندير. نحاول بعدا نستهلك ديك الكميه اللي عندي، نحاول هذا. وتا في الخضره يعني ان بزاف السيدات مثلا كتخرج تقدا اولا كنكونوا ما خارجينش نتقداو وكتبان لنا شي حاجه كنقول اجي نتقدا وحنا ديجا باقي عندنا الخضره اللي ممكن انها تفسد اولا تخسر واخا في الثلاجه. فنحاولوا اننا دائما نديروا واحد النهار اللي كنشوفوا شنو عندنا في الثلاجه ونديروا لها داك التخمال ديالها. كيبقى لنا مثلا شويه الجلبانه شويه اللوبيا شويه هادي كتشديهم كتسلقيهم كنديرهم قطع صغيره وكنقدروا نديرهم مع الروز مع الدجاج اللي كيكون قطع ديال الدجاج وكنديروا لهم لقمه ديال الحوت كتولي عندك بحال بايله ديال الحوت. سي فغي بايله ماشي حقيقيه، ولكن المهم ان ممكن انك كتستفدي منها عوض ما انك حتبقي عندك شويه ديال الجلبانه واحد بزلافه صغيره ديال الجلبانه وعندك واحد شويه ديال اللوبيا واحد خزوه وحده مثلا وهذا صافي لا نمشي نجيب تقديه اخرى في ديك الوقت. لا نطيب الغداء ديالي وعلى خاطري ونخلي داك النهار ديالي ديال 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 التقضيه. هذه حاجه، هذه المساله هذه ساريه حتى في اللباس ديالنا. حتى ملي كنبغيو نشريو الحوايج خاصنا دائما نقلبوا البلاكار ديالنا اشنو عندنا باش ما نبقاوش نشريو نفس الحاجات لان كاين سولد اولا. كاين حوايج اللي ممكن اننا كنستافدوا منهم بحال مثلا ملي كنمشيو تلقاو مثلا مطيشه، مطيشه حنا تنعرفوا اننا من الناس اللي كنستهلكوها بشكل كبير وخاصه في رمضان. الله يبلغنا واياكم ان شاء الله رمضان بالصحه والسلامه يا رب. ملي تيكون ملي تتكون مطيشه هنا ممكن اننا نستعملوا منها بزاف ديال الحاجات. الا خدينا مطيشه الكبيره اولا ديك الميان ممكن اننا كنبداو نفرزوها، يعني كنشوفوا الحاجه اللي كتكون باقا صاينه وقاصحه مزيان كنقدروا نحطوها للاستهلاك اليومي.
شلايد نصيبوا بها شي حاجه تكتوكه بزاف ديال الحاجات اللي كتكون شويه طايبه وهذا ممكن اننا كنشدوها كتحاولي تصيبي بها الصوص ديال المطيشه وكديريها في الحكاك وكتخزنيها يعني انك كتبداي هي اللي كتبداي تصيبي بها الصوص ديال لي بات اولا ديال البيتزا اولا الحاجات اللي ممكن انك ديريها ممكن انك كديرها يعني ساده بلا ما فيهاش لقامه غير الملح ولا هذا ممكن اللي كتشديها كتضيفي فيها يعني كتعزيها بزاف ديال لقامه ديك طوماط سوريز اولا الماطيشه الصغيره اولا الكرازيه كيف كيسميوها هنا ممكن اننا نستغلوها يعني حتى هي استغلال زويون الا كانت كميه كثيره كاين الناس اليوم اللي كيشدوها كيقطعوها على نص كيحيدوا منها الزريعه وكتكرم يعني وكدار مع زيت الزيتون وكتحط باش اننا كندهنوا بها الخبز اولا كنديروها على الباغيت اولا شي حاجه يعني كنوع ديال المقبلات يعني كاين بزاف ديال الحاجات اللي ممكن انها تستعمل يعني نحرصوا حتى في التقضيه ديالنا ولا في الامور نتعاملوا بذكاء ماشي لان الثمن نازل قبل ما نشري واخا الثمن يقدر يكون نازل بزاف وقيتها وهذا نقول اشنو غندير بها يعني وانا واقفه عند خضار وانا واقفه في السوبر مارشي نقول انا خديت مطيشه 2 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو مثلا اشنو غندير بها كاين ناس تبارك الله اللي كتجيب الحاجه وكتفرق لان كاين السيده مثلا كيكون عندها بناتها اولا هذا ما كيكونش الوقت ملي كتقضى حتى لبنتها وهذا وهذه الامور كلها ولكن الا انا غادا بها غير للدار نعرف اشنو غندير بها يكون عندي ديجا افكار لان تبارك الله كنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي كيكونوا اسئله من النوع شريت هذه اشنو ممكن ندير بها وزوين صراحه اننا نساعدوا بعض وبلا دوك التعليقات الجريحه ولا هادي ولا كذا نحاولوا اننا نساعدوا بعض الانسان ما كيحط واحد السؤال الا وكيقلب على الاجابه ديالو دونك هذا قوس بسيط فتحته باش هكذا تنتوما تحاولوا انكم في الفقره او في الحلقه الماجيه تعطوني الافكار ديالكم ديال هاد الامور اللي كنشريوها بكثره او للحاجات اللي كتكون الوقيته ديالها كيفاش ممكن اننا فعلا نستافدوا منها مرحبا دائما بالتواصل ديالكم رقمنا راه الاشاره واكيد شذا اف ام راه الاشاره باش انكم تواصلوا من خلال الصفحه الرسميه ديال البرنامج اولا شاد اف ام ومرحبا بالتواصل ديالكم مباشره على الرقم ديالنا دائما اللي هو 0522 36 0536. اما دابا كيف تعودنا فاحنا غنمشيو نسمعوا الرسائل الصوتيه ديالكم اللي كتبعتوها لنا واللي كتكون فيها دائما حبكم لكره القدم والرياضه عموما من خلال التواصل معنا على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0702 02 40 40. على المستمعات مرحبا دائما بالتواصل ديالكم دائما رقم نراه الاشاره اللي هو 0522 36 0536. تواصلوا معنا دائما باش تعطيونا الاراء ديالكم في الموضوع ديالنا اللي اختاريناه اليوم هو السن واش كيبقى عامل يعني مهم جدا وكيأثر على سيرورة الحياة الزوجية ديالنا وكيفاش خاصة تكون الحياة ديالنا. أكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم رقمنا راهن الإشارة اللي هو 0522 36 0536. مرحبا دائما بالتواصل ديالنا والتواصل ديالكم أيضا. إذا كيف قلت رقمنا مش أنا متواصل معنا 0522 36 0536. كاين ديما تنتكلموا على واش يعني السن واش مهم. كاين بزاف الناس اللي تيقول لك مزيان ان الانسان يتزوج صغير. عندنا دائما تنتكلموا على السن القانوني ديال الزواج يعني من 18 سنه وكيقول لك لا مزيان ان الانسان يتزوج صغير باش يكبروا مع بعضهم باش الا جاوا وليدات ان شاء الله يكبروا معاهم. وكاين لا كيقول لك لا الانسان لا خاصني على الاقل تندير الكارير ديالي سواء في الخدمه ندير كيف كنقولوا على الشرجاء بزاف ديال الامور عاد ممكن انني نتزوج. وكاين كل واحد اللي تيكونوا عنده واحد الاولويات في الحياه هما الاولانيين من بعد كيوصل واحد العمر معين تيقول علاش لا انني من يعني من تزوجش دابا. دونك مجموعه من الامور اللي ممكن انكم تشاركوها معنا دائما تواصلنا هو 0522 36 0536. اكيد مجموعه من التعاليق غنحاولوا اننا نقراو اللي كتصب في الموضوع ديالنا واللي بطبيعه الحال مناسبه. واكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم. حسنة تكلمت ليا على حسب الوضع المادي ديال الزوج يعني قالت لا ربما على حسب الوضع المادي ديال الزوج ممكن انه واش يكون العمر صغير او العمر كبير. ممكن كاين كل واحد فينا الا كيشوف الامور كيف كتجي
حافظه قالت الا كان تفاهم بين الزوجين والزواج ما مبنيش على الطمع، اذا ما فيها بس يعني هذا الامر هذا. اكيد دائما مرحبا بالتواصل ديالكم، مرحبا بالاراء ديالكم المختلفه، مرحبا كذلك بانكم تواصلوا معنا من خلال الرقم ديالنا اللي هو 05 22 36 05 36. مرحبا ايضا باش انكم تشاركوا معنا من خلال هذه الفقره هذه اللي الموضوع ديالها اليوم هو واش يعني السن كتشوفوا معنا انه عامل مهم، ان الا كان العمر يعني ديال الزوجين او لاحد الزوجين يعني عمر سن صغيره ممكن اننا ما ياثرش على الحياه ديال الزوجيه ديالنا، وكذلك المساله ديال الا كان سن كبير واش ممكن انه ياثر او لا. هذا الشيء كله دائما من خلال التواصل ديالكم على الرقم ديالنا اللي هو 05 22 36 05 36، او التعليقات ديالكم. اذا مراد نعم كياثر عند تباعد في الاجيال بدنيا وعقليا، يعني كيف كنقولوا كل واحد والعقل ديالو. ايضا تكلم محمد لا فرق بين الصغير والكبير، المهم هو في الدين كذلك، يعني كل واحد وكيفاش كيشوف دائما الامر وكيفاش كيشوف هاد المساله هذه. بزاف ديال الامور اللي ممكن انكم تشاركوها معنا، اللي ممكن انكم تعطيوها لنا حتى نتوما الراي ديالكم، وتغنيو دائما للموضوع ديالنا بارائكم المختلفه من خلال التواصل على الرقم ديالنا اللي هو 05 22 36 05 36. ومرحبا دائما بالتعليقات ديالكم على الصفحه الرسميه شاده فهم. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم على الرقم ديالنا اللي هو 05 22 36 05 36. اكيد دائما الاراء ديالكم مرحب بها من خلال الرقم ديالنا، وحتى من خلال التعليقات ديالكم على الصفحه الرسميه شاده فهم، باش انكم تشاركوا معنا وتعطيونا دائما تقولوا لنا رايكم في المواضيع ديالنا فقره هو وهي. اليوم الموضوع كيتعلق بالسن، السن واش العمر، واش نتوما مع ان تقولوا سواء كان العمر صغير ديال الزوجين او لا كبير ما كياثرش على سيروره ولا كيفاش تكون هذه الحياه الزوجيه، او لا لا كياثر الا كان العمر مثلا ديال احد الزوجين صغيره ممكن ياثر، كان عمر كبيره ممكن ياثر. مرحبا دائما بالتعليق ديالكم والاراء ديالكم من خلال الرقم اللي هو 05 22 36 05 36. يوسف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، كي داير اختي لاباس؟ الحمد لله ربي يحفظك. مرحبا سيدي. بارك الله فيك. لا حتى عندي واحد تدخل، عندي واحد المشكل بين انا باقي لاج ديالي 34 سنه وتزوجت 11 عام هادي باش تزوجت، تزوجت لاج ديالي صغير وكنا عايشين الحياه الزوجيه مزيانه ترونكيل، ما كاين فيها لا مشاكل لا والو. وبالنسبه للمدام توفات لها الام ديالها، توفات لها شي 7 سنين هادي، والاب ديالها تزوج. نعم يوسف 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 انا ما بغيتش نقطع الكلام ديالك صراحه، ولكن انا عندي موضوع اليوم نبغي واش السن انت والزوجه ديالك، واش انت وياها مزوجين في عمر متقارب، واش انت صغر او لا هي صغر، واش انتم مزوجين بجوجكم في سن اللي هي صغيره، واش كتشوف هذا السن هذا واش كيقدر ياثر على العلاقه ديالكم الزوجيه، واش كيقدر انه يكون مشكل او لا ما كيكونش مشكل. هذا هو الموضوع ديالنا. واخا لان السن بيني وبين مدام 5 سنين. نعم الفرق بيناتكم. الفرق ديالي بيني وبينها 5 سنين. نعم عايشين الحياه مزيانه، من هذا الفرق ديال 5 سنين مزيانه، ما كاين لا مشاكل لا والو. نعم ممتاز. المشكل اللي كاين هو هذا، كنت انا بغيت ندوي على المشكل اللي عندي انا. ربما يوسف انا صراحه والله ما بغيت زعما، ماشي لان ربما حنا ماشي البرنامج ديال اننا كنطرحوا مشاكل، ولكن كنمشيو مع المواضيع اللي حنا كنقترحوها باش اننا كنغنيو الحوار من خلال المداخلات ديالكم، من خلال التجربه الحياتيه ديالكم. ملي تيكون مشكل ربما حنا دائما كنمشيو في اطار ما هو زوج وزوجه، هو وهي، باش كنشوفوا هذا الاطار هذا. دونك كيف قلتي انت الفرق ديال 5 سنين
ما كيفش كلش مشكل، انت كبر منها بخمس سنوات ما كاينش مشكل، الحياه السعيده كيف كنقول الله يكمل بخير. اكيد كل واحد فينا وعنده راي ديالو. كاين ناس اللي غيقول لك لا مزيان ان الزوج يكون فايت بالسيد السيده بواحد 10 سنين ماشي مشكل، وكاين اللي لا يقول لك انا نبغي الفرق يكون بيناتنا غير سنه واحده، وكاين اللي عاود لا يقول لك ماشي مشكل تكون حتى الزوجه كبر مني ما كاينش مشكل، وكاين اللي يقول لك نكونوا بحال بحال في العمر ما عندناش مشكل. ربما كاين ناس اللي كتشوف ان ملي يكون العمر متقاربه ولا شي حاجه كاين اللي كيشوف ان غنكونوا كنفكروا بنفس العمار او بنفس الطريقه بزاف ديال الحاجات. شكون معنا جمال؟ فخر الدين. فخر الدين السلام عليكم. السلام عليكم اختي جميله. مرحبا بك، تفضل فخر الدين. اولا بعدا كنشكرك وكنشكر اذاعه مستقبل مكالمه اذاعه شادو، وكنشكرك حتى بزاف على هذه المواضيع. شكرا لك، شكرا لك. قول لي الفرق ديال السن او السن واش كيلعب دور في الحياه الزوجيه ديالنا؟ نعم هي في الحقيقه الشباب اللي كيتزوجوا ما باقين صغار. نعم ماشي ما يتزوجوش، يتزوجوا ولكن حتى الى تزوجوا وليداتهم كيكبروا معاهم وكيوليو عارف، وليداتهم اللي كيكبروا كيوليو عارفينهم. نعم ولكن غير ولا الشاب اللي بغي الشاب اللي عنده 18 عام ولا 19 اللي بغى يتزوج شي وحده باقا صغيره حتى هي خاصو يكون قد بالمسؤوليه فوالا، ويصرف على يعرف كيفاش يصرف على البيت ديالو على الزوجه ديالته، يعني يكون قد بالمسؤوليه. خاص نعم متفق معك، خاص يكون قد بالمسؤوليه الا بغى يتزوج هو صغير. نعم ولا بقاتش على المسؤوليه يخلي تيكبر تيولي عنده 40 عام بحال هكا كلها يكون قادر يكون ناضج. دونك انت كتربط نعم انت كتربط السن بالمسؤوليه ديال الواحد، واش قاد على المسؤوليه ديال الحياه الزوجيه او لا انت كتربط العمر بالسن بالمسؤوليه. كنشكرك بزاف فخر الدين، واكيد شكر موصول لكل مستمعين ومستمعات. يعني كل واحد فينا كيفاش كيشوف. كاين يوسف اللي شافها انا خمس سنين معليش. فخر الدين قال الا كان هاد الشاب او هاد الشابه يعني باقيين صغار وحتى المسؤوليه باقي ما يقدروش يتحملوها يقدر ان الانسان يصبر شويه. وكاين كل واحد فينا كيفاش كيشوف الامر. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم، رقمنا راه الاشاره باش انكم تواصلوا معنا وتعطونا دائما الاراء ديالكم المختلفه من خلال التواصل على الرقم المباشر للبرنامج اللي هو 0522 36 05 36. اكيد مرحبا بتواصلكم معي. جميله السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الحمد لله ربي يحفظك. دايره لاباس عليك هانيه؟ الحمد لله ربي يحفظك. تفضل جميله. انا التدخل ديالي ما كاينش مشكل بالفرق بين المراه والراجل، يعني العمر كيبقى مجرد رقم وصافي. نعم انت مع انهم يتزوجوا صغار او يتزوجوا كبار او لو واحد يكون كبر من الاخر ما عليه؟ معليش ماشي مشكل، خاصه يكون تفاهم و صافي هادشي اللي خاصه يكون صافي. ما كيخلقش مشكل الا كانت مثلا الزوجه كبار او الا كان الزوج كبر بزاف؟ لا لا مثلا انا الزوج ديالي كبر مني ب 12 عام ماشي مشكل، معليش مشكل. نعم انت مشيتي في هذا الموضوع ما كاين حتى شي مشكل، كتحسي انه قريب لك في العمر، يعني راه كنقولوا حتى الافكار. لا لا ماشي مشكل، كيبقى مجرد رقم صافي، خاص يكون غير التفاهم. ممتاز، شكرا لك بزاف جميله على التواصل ديالك. بالفعل احنا دائما تنتكلموا تنقولوا ان ربما العمر مجرد رقم. اكيد كتبقى الانسان يتهلا في الصحه ديالو، يتهلا في نفسيته، هذه كلها امور. لان في كثير مرات كنشوفوا انسان مثلا نتكلموا كاين انسان اللي عنده 40 سنه، جوج الناس تقدر واحد تلقى انه فعلا كيبان لك عاطي لذاك العمر، وكاين شخص اخر اللي ما عاطيش لذاك العمر. ولكن حنا اليوم كنتكلموا حتى على الازواج، يعني كنشوفوا ان تبارك الله بعض السيدات مثلا كتقدر ان راجلها يكون كبير يعني في العمر ديالو، ولكن كيف كنقولوا الحياه سعيده، تفاهم، الحوار، النضج الكامل. وكنشوف ان شباب اللي كيكونوا ربما صغار في العمر واللي متقاربين حتى من ناحيه نفس الجيل، ولكن كتلقى ان كيكونوا مشاكل، كيكونوا تيقول لك الاحقا تزوجت صغير باقي ما نضجناش هذه الامور، وعاود العكس صحيح. مرحبا دائما بالتفاعل والتواصل ديالكم باش انكم تسمعونا الراي ديالكم، تقولوا لنا اش كيبان لكم، واش فعلا ان السن كيلعب دور ودور كبير بان الحياه الزوجيه تمشي بشكل هو سليم ومزيان، وبين ان الحياه الزوجيه تمشي في واحد المنحى اللي هو ما زويونش. اكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 05 36. صالح
طارق السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي. مرحبا. الحمد لله ربي يحفظك. بالنسبة للسن إلا كان شي واحد صغير كيكون مشاكل من القدام كون عدم المسؤولية. نعم. واش إلا كان السن ديال الزوجة أولا ديال الزوج أولا بزوج هما كان صغير كيخلق كي مشكل؟ حيت نهار كيكونوا اللي عنده 40 عام وغير مسؤول. الله 18 عام مسؤول. نعم. يعني باش غيكونوا ولاد غيخرجوا. يعني كيفاش يكونوا هاد الآباء يكونوا مأطرين. نعم. من طرف جوج. وثاني حاجة خص يكون الظروف مهيئة لهم باش ما يكونوش عندهم عراقيل في الحياة. مثلا اما السن كيف قال السيده وكيقولوا الناس كيبقى ارقام وصافي، ولكن نعم. ملي كيكون الواحد كيتزوج باقي صغير اغلبيه العائلات دابا تزوجوا باقي صغار نادمين على ذاك الزواج ديال الصغار. نعم. اها الا كان العمر صغير بزاف، يعني كنتكلموا على سنوات فاش الناس كانوا كيتزوجوا صغار يعني قبل السن القانوني، ولكن اليوم راه كاين سن قانوني اللي هو 18 سنه ياك طارق؟ نعم معايا. دونك انت تكلمتي قلتي ان معليش غير يكون انسان واعي ويكون ناضج وتكون الظروف مهيئه له. نعم نعم. باش يخرجوا ولاد مهيئين. نعم نعم. يكونوا في البلاد. واضح. درتي عنده عقد من الصغر شاف الوالدين ديالو كيضاربوا. نعم. شي كنعيشوه تقريبا يوميا. يعني كي غيعطيه الدري ما يمكنش الدري ولا الدري كيكون عنده ثقه في نفسه ما كاينش. نعم. امنش نعم نعم. واضح طارق. ربما اليوم تكلمتي على جوج النقط او جوج المواضيع مختلفين على بعض، ربما دوك المشاكل اللي كيكونوا بين الازواج وهذا والتاثير على الوليدات هذاك موضوع شق ثاني ممكن اننا نطرقوا ليه في حلقات ماجيه علاش لا. والموضوع الاولاني تكلمتي على العمر، تكلمتي ان ممكن الانسان يكون عنده واحد العمر مثلا 40 وفوق ولا اقل ويكون فعلا باقي ما ناضجش باقي ما قادش بالمسؤوليه، ويقدر يكون السن انه باقي صغير ويقدر يكون ناضج. مي تكلمتي على واحد النقطه اللي غنتكلم عليها هي ان الظروف تكون مهيئه له، يعني راه الانسان ملي كيتزوج خاصو يكون هو مهيئ الظروف لنفسه، يعني تبارك الله يكون كيف كنقولوا حنا بالخدمه ديالو يكون واحد عنده واحد المدخول يكون قاد بالمسؤوليه، لان الزواج راه واحد الشركه يلاه تنبنيوها يلاه كنحاولوا اننا نحطوا الاساس ديالها، ولكن خاص تكون واحد اللابينات خاص يكون واحد يكون الحديد يكون الكياس يكون هذا بعدا تكون باش تبنى ماشي بتا شي حاجه، ولكن كيبقى دائما كيف قلتي ان الانسان ما يركش قلتي في جانب ديال العمر لانه مجرد ارقام، مي الوعي والنضج شي حاجه اللي هي مهمه. دائما مرحبا بالتواصل ديالكم، مرحبا بالاراء ديالكم المختلفه على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 35 36. سي عبد الحميد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي. الحمد لله ربي يحفظك. شي بالنسبه للسن ما بين المراه والراجل زعما ما كاينش مشكل، فهمتي؟ أنا الفرق ديالي أنه المرأة ديالي 6 سنين، فهمتي؟ نعم. هي أكبر ولا أنت أكبر؟ لا أنا أكبر منها. هي؟ أنا تزوجت 23 عام. هي؟ أنا كنقول زعما بالنسبة للزواج ديال زعما كيكونوا باقيين صغار ما كاينش فيه مشكلة. نعم. بالعكس. والحمد لله دابا عندي 3 وليدات وفيها خير. الحمد لله. قول لي واش أنت أنت كنتي مفكر أنك خاصك تزوج سيدة اللي تكون صغر منك بهذا العدد أو بهذ السنوات؟ داكشي ديال الله وصافي. ونعم بالله ونعم بالله. دونك انت كتقول ان ما كاينش مشكل الانسان يتزوج صغير اولا هذا غير يكون قاد بالزواج ومسؤوليته. ما كاينش مشكل دابا الحمد لله انا الدري كبير عندي انا طالع في 9 سنين دابا. تبارك الله الله يحفظهم لك يا رب. امين. شكرا لك سي عبد الحميد وشكرا موصول لكل مستمعي ومستمعات اللي اكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالهم، رقمنا راه الاشاره باش انكم تواصلوا معنا وتعطيونا حتى انتم الاراء ديالكم علاش لا من خلال التواصل معنا سواء على الصفحه الرسميه شادا اف ام، كيف ممكن انكم تواصلوا معنا مباشره رقمنا راه الاشاره ديالكم مازال 05 22 36 05 36. كنتكلموا على السن سواء كان فارق ديال السن كبير او لا صغير، واش كتشوفوا انه كيقدر ياثر على صيروره الحياه الزوجيه ديالنا او لا، واش كتشوفوا ان الا كان السن متقارب او لا بحال ممكن انه يخلي الحياه ايسر او لا العكس. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم. مريم السلام عليكم. عليكم السلام الاخت جميله. اهلا وسهلا مرحبا بك. شكرا لك. شكرا لك. دايره الوليده لاباس عليها. الحمد لله ربي يحفظك. شكرا لك. الحمد لله. شكرا لك. شكرا لك. تفضل مريم. بغيت نشارك معك اختي جميله في هذا الموضوع نتاع مرحبا فريق السن.
يعني انا والزوج ديالي الفرق اللي بيناتنا 3 سنين فاش تزوجنا انا هي 23 وهو 26 دابا يعني 14 عام هادي تبارك الله زعما الحمد لله واش مريم مريم كتشوفي ملي كيكون العمر الفرق ديال السن سنوات قليله 3 سنين عامين 5 سنين حتى 6 سنين ما كتشكلش مشكل ولا كان الفرق كبير ممكن انها تشكل مشكل دابا يعني الانسان دابا على حسب الا كان يعني كما قلت اختي جميله الا كان داك الفرق يعني ما كيكونش كبير ما بين المراه والراجل بحال كيكونوا الافكار متقاربين واخا بحال كيتفاهموا اكثر فهمتي بحال بالنسبه بحال الراجل كيكون كبير وكياخذ وحده صغيره يعني ضروري كيكون له مشاكل ضروري كيكون مشاكل يعني احنا تجربه زعما ديالنا يعني في العائله يعني بحال يعني اللي عندنا يعني يعني كبار يعني شويه ستين نخدوهم يعني صغار يعني كاينين المشاكل يعني انت كتقولي ان من الاحسن يكونوا السن قد قد ولا متقاربين ما يكونش قد قد يكونوا متقاربين نعم فايتين بسنه سنتين قلتي انا من الاحسن ما يكونش داك الفرق بيناتهم بزاف وما يكونش متقاربين كاع بزاف نعم واضح كنشكرك بزاف مريم شكرا على التواصل ديالك جميله شكرا العفو العفو شكرا لك شكرا موصول ايضا لكل مستمعي ومستمعات اللي مازال غيتواصلوا معنا علاش لا باش يسمعونا الافكار ديالهم تبارك الله كانوا بزاف كاين اللي معاه وكاين اللي ضد وكاين اللي بين وبين مرحبا حتى انتم تسمعونا الاراء ديالكم وتقولوا لنا واش مع او ضد واش فعلا كتشوفوا ان السن واحد العامل اساسي باش ان الحياه الزوجيه كيكونوا فيها مشاكل اولا كتكون يعني ما فيهاش مشاكل واش العمر الا كان قريب او لا متفاوت بين الزوجين كيأثر او لا من خلال التواصل ديالكم على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536 على شدا يفهم وهي من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم موضوعنا اليوم فقره هو وهي من خلال برنامج شاده الاسره هو السن واش كتشوفوا ان السن عامل اساسي في الحياه الزوجيه ديالنا يا اما يخليها تمر مرور زويون وحياه زوينه اولا كيقدر يأثر سلبا يعني السن واش كتشوفوا ملي كيكونوا العمر ديال الزوجين متقارب كيكون تفاهم اكثر ملي تيكون السن متباعد شويه ما تيكونش التفاهم كنبغي نسمع الاراء ديالكم واكيد تكون سعيده بالاراء اللي سمعتها قبل مرحبا دائما باخرى على 0522 36 0536 ام اشرف السلام عليكم صباح الخير مدام لاباس عليك كيف عمل اشرف لاباس عليك الله يبارك فيك ويطول عمرك الله يبارك فيك الحمد لله مرحبا لك الشرف ديالنا معكم في هذا البرنامج بالعكس الشرف لينا بالعكس الشرف لينا شكرا لك مبروك علينا مبروك علينا هذه الخيرات ومبروك علينا الفوز المغربي ان شاء الله وكنتمنوا دائما كنطمعوا ان شاء الله حتى غدا يا رب يا رب يا رب تفضلي ام اشرف اشنو الراي ديالك رأيي ديالي حبيبتي بحكم التجربة ديالي أنا تزوج براجل كبير مني في السن ما فرق كبير بين السماء والأرض لقيت مشكل لقيت صعوبات حيت أنا مثلت العلاقة ديالي مع السيد بحال شي واحد شي كويرية واحد محترف واحد يلاه مبتدئ نعم أماتر هاوي واحد هاوي واحد قال هذاك في الدوري الإنجليزي فرق كبير ام اشرف ام اشرف سمحي لي ولكن انا بغيت نسولك سؤال شحال الفرق تقريبا 34 سنه 34 سنه وكان وبقى مستمره بقى مستمره لدابا علاش لواحد السبب التربيه تلعب دور كبير 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 بزاف نعم ملي تدي المراه لراجلها هذا هو هذا هو اللي خلاني انا نستمر وفوق هادشي كلشي منين جاو الوليدات صافي تحملت المسؤوليه كامله يعني خصك تصبري عليهم ما عندك ما ديري ما يمكنلكش تسيهم نعم ام اشرف 34 سنه انت شبتيها بكره القدم صراحه سيد تبارك الله اللي ناضج ما شاء الله كيف كنقولوا شرب عقله وبنيته باقا صغيره مي قلتي ان في الاول كان واش المشاكل كانوا غير في الاول ومن بعد انت عرفتي كيفاش تاقلمي مع الوضع وكيفاش تقادي امورك اولا المشاكل استمروا سنين لا استمروا مع الحياه الحبيبه استمروا مع الحياه نعم قلت لك واحد الفرق كبير والعقليه مختلفه نعم نعم ولكن نعم تفضلي اللي بغيت نقول لك زعما انا من ناحيه وجهه نظري قال هذاك البنادم خصو يصبر ضروري المراه خصها تصبر وسيرتو الا كانوا الوليدات حيت الوليدات ما لهمش ذنب يتفركتوا ولا يعيشوا بعيد على والديهم ولا هذه ولا هذه والصبر ضروري 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 بواحد الطريقه ما تصورش
باش بهذا يستمروا. الحمد لله الحمد لله، ما 24 سنه ديال الزواج ما شاء الله، الامور تقادات واخا كان بعد الضغوطات وداك الشيء، الحمد لله صدر بكريم. هذه الحياه ما كناش نعيشوا كل شيء دائما مزيان دائما خايب دائما. المرأة تعرف كيف دير تسلك راسها وتخلي الوليدات مجموعين مع والديهم، واخا تيكون بعد الوالدين قال هذاك راه لا يطاقوا ولا يحتملوا، ولكن انا كنقول لوليداتي حنا ما تنختاروش والدينا. اكيد ما تنختاروش والدينا، خصنا نديهم على عقليتهم وفوق هادشي. وليداتي كبروا لقاو الاب ديالهم شويه اجي، ماشي ما مسيرهمش في الحياه ديالهم وداكشي، لقى واحد الصعوبات شويه كبيره. ولكن كما قلت لك ولكن تما كان الدور ديالك انت ام اشرف، ان الدور ديالك فوالا الحبيبه حيت واحد التربيه من عند والديا، الوالدين خط احمر كيف ما بغى يكونوا. نعم جميل ونتقبلوهم ونستحملوهم، واخا العصبيه واخا كلشي هذوك والدينا ما عندناش كنديروا حتى نتخلاو عليهم. هادشي اللي علمت انا وليداتي، رغم انهم تيشوفوا واعيين بان تيشوفوا داكشي اللي كيدير باهم راه لا يحتمل ولا يطاق، ورغم ذلك تنضغط عليهم باكم أكيد. أول شيء كنشكرك بزاف صراحة أم أشرف صراحة على التواصل ديالك. أنا وطيارة راديو حسنة من المتابعين الإذاعة ديالكم، وشفت الموضوع عجبني وعندي ما نقول فيه هذاك الشيء. علاش بالعكس، شكرا لك شكرا لك بزاف أم أشرف، الله يحفظك. خصني شوية ديال الصبر يا مدام، كل شيء نفرقوا. دابا تنشوفوا كاع شباب صغار وما تيطولوش، عرفتي أنت واحد المراحل أخرى ديال العناد ديال ما تيرضاوش بعضياتهم، ديال شحال بزاف العوامل. صح كاين بزاف العوامل كتدخل كل شيء. نعم شكرا لك شكرا لك ام اشرف. صراحه ما خلات لي ما نقول. يعني صراحه الله، يعني ملي تنشوف ان تبارك الله فرق اللي هو فريمون كبير، يعني وحتى التشبيه صراحه ام اشرف، وبقى بهاد العفويه وبقى بهاد الابتسامه، الله يحفظك. هذا اللي غنقول، وتكلمت على واحد النقطة اللي هو يعني كيف كنقولوا حنا الوالدين ملي تنكبروا وتيكبروا معانا، ماشي كنقولوا حنا بحال رد الجميل، لان ما كاينش جميل ما بين الوالدين ووليداتهم، ولكن راه كما ربياني صغيره، يعني ان راه الرحمه مطلوبه، راه اننا نكونوا معاهم راه مطلوب، لان كنعرفوا ان الانسان ملي تيبدا يكبر في العمر الا وخاصك انك تاخذ بخاطره، راه حتى هو خد بخاطرك ملي كنتي صغير، حتى هو ملي كنتي كتحبو غتطيح حول هذا حتى هو كان كيهز بك. فالجميل هي حاولت انها تزرع في وليداتها هذا المفهوم هذا ديال ان الوالدين خط احمر. عجبتني هذه النقطة بشكل كبير، أن الوالدين خط أحمر صراحة، وإن جهدك يعني صراحة. دونك الله يحفظك، وميساج زوين بزاف. أكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم على 05-22-36-05-36. سعيدة؟ نعم لالا جميلة. أهلا وسهلا، لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. الله يحفظك الله يحفظك ليا الله يحفظك. أشنو تتقول يا سعيدة في الموضوع ديالنا؟ كنقول او الفرق ما خاصش يكون شي فرق كبير وما يكونش صغير. نعم يكون داك الفرق بيناتهم سنين، خمس سنين، سبع سنين، هذا الفرق. حيت كاين كتلقى واحد كبير وواحد صغير كتلقى عقليتهم مختلفه. نعم واحد كيفكر في الشرق وواحد يفكر في الغرب. انت كتقولي ان الفرق ما يكونش كبير بزاف. انا حيت انا ما عندي لا تجربه لا حتى شي حاجه غير ومعليش راه كتكون حتى التجارب ديال ناس اخرين. نعم. للاسف بالعكس، هذا الموضوع متاح، لان بعض المرات كنديروا تجارب ديال خوتنا ديال شي حد من العائله ديالنا. ممتاز، شكرا لكل المستمعين، شكرا لك جمال، شكرا سيمو. كان